نحن نبعد عن خط الصد خارج يعني بال 15 كيلو متر، وتحوي من القرى قرية أم الذيابة وقرية أم سياليلة وقرية أصباح البقارة وقرية أصباح البدو وقرية المعين. وبلغتنا القوات الأمنية لنزوح هذه العوائل الطب داخل خط الصد، وتهجرنا نحن وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الكبار ومواشينا مصدر عيشتنا. ولا نملك مخيمات ولا نملك صوبات تدفئة الأطفال ولا نملك سرائر ولا نملك، طلعنا طرقية من قرانا. هي هاي سكنتنا، تبلغنا وعفنا بيوتنا ومكاناتنا وفلاحتنا وتهجرنا وطلعنا مكاناتنا، يعني حاكينا مرتاحين عوايننا. وش هسه انا اشوف هسه الرعاين ماشي بوقوف، والله مرشات وضيجه المكانات علينا تعبانين حق. والله الغنم بيها تفطس وبيها نقص وجوع، تعبانه هسه انا متبهدلين بهدال، هسه يوم ياخذون 4-5 ما يجيبون 10 شياس تعشى الغنم. عفنا مكاناتنا وسكنتنا وتهجرنا والجو حار وبهدلة وكل شيء، يعني هسه العلف غالي، الشيء غالي، كل شيء غالي، ما اقدر هم نتحمل. وتبلغنا وعفنا مكاناتنا وطلعنا. والله جانا عمر لازم نشيل، يعني جانا تبلغ لازم اسبوع، خلال اسبوع ما نظل هنا. وشلنا جينا عفنا مناطقنا وعفنا ديارنا وجينا شو نسوي؟ هاي احنا عيشتنا على الله وعليهن، غير شو نسوي؟ جانا امر ومشينا احنا واطفالنا وشيتنا تبهدلنا، ننتظر احد يعني مساعدات شويه بل شي منظمه تجي تشوفنا شلون حالتنا. وهذا الطفل والله عنده نقص بالدم ونايم بالخيمه هاي ليلون، حتى ما لحقنا حتى نخيط قوان يعني ونحط جهاننا بيه. ادليم احنا جينا هسه بمكحول ساكنين، جينا من قريه مسليله قبال الشيخ حدي. والله بس احراب هتراب احنا وجهانا نغسل منا ويرد يتبسخون منا، وتبهدلوا وتبهدلنا وحلالنا تبهدل، والله حتى نقص بحلالنا هسه. واحنا عيشتنا على الله وعليه، لا راتب عندنا لا شيء عندنا، والله بس على الله وعليه. والله احنا نزحنا من قرية مسيالينا، من 7 قرى نزحنا، نزحتنا القوات الأمنية. وهسه عنا لا حول ولا قوة، حلالنا دايح مفطس ما حد يشتري، جهاننا مفطسة. يقول 4 أشهر نرجعكم، ما يرجعنا، ما يفعل يرجعونا. وهسه عمتنا عوايلنا متبهدلة، احنا متبهدلين، مكانات كل 7 عوايل بخيمة، وبالليل الجهال موتها البرد.
كل شيء ما عدنا لا حول ولا قوة. هسه حال يشوفونا بهالقاحة هاي باشر حال يشيلونا من عدا ونظل قاعدين نقعد ويا الشارع تقبلون واحنا عشيرة كنا. والله وجايين تلابح ونبكي الليل والنهار هالساعه مو ديرتنا هاي احنا نزحنا من ذيش ديرتنا وجينا وهدومنا قشنا اثاثنا بيوتنا كليتها ظلت. طلعنا نزحنا من مناطقنا من ام ذيابه قريه ام ذيابه. الحكومه بلغتنا السيطرات ننزح وسدم علينا الطريق لا يطبنا طحين لا يطبنا شيء العوائل قتلها الجوع وما نعرف شنو السبب نزوح نزحنا تخل الجزيره وخلينا من عدها وهسه هنا فاين حظنا العوائل ظلت شاتلها البرد وشاتلها العطو وشاتلها الجوع. بهدلنا ناشد الحكومه ناشد المحافظ ناشد سووا لنا حال رددونا عاديرتنا يردوا شوي هذا حلالنا قتل الجوع المرض الحلال هالموسم هذا كله المرض ولا حد وصلنا ولا حد نشدنا ولا حد تابعنا على هاي الحاله.